تكلمنا منذ سنة على حقة النهوض بعمل آخر بنظرة أخرى بقاطعة في ما سمي قبل المنتدى رؤساء المؤسسات، اليوم سماه كونفدرالية جزائرية لأرباب العمل المواطنين. كلمة مواطنين جد مهمة وجد رمزية. احنا شفنا بلي المتعاملين الاقتصاديين في ظل الكوفيد كانوا متجندين بطريقة فعلية وبمواطنة فعلية، مش إلا كلام، في أكثر من ما يقارب 30 ولاية العمل 100% فقط إلا بالاقتصاد، بعيد على كل يعني عمل آخر مثل السياسة مثلا. أولا شفنا بلي أخذت قرارات جد مهمة مثل تجميد مثلا تسديد المستحقات الجبائية والشبه الجبائية، أمرت البنوك بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ظل هذه الأزمة. تكلمنا عن الخدمات مثلا، شركة الخدمات وهي يعني تضم أغلبية ساحقة شركات صغيرة، يعني ما عندهاش القدرة والسيولة القابلة القادرة لضمان نوعا ما سيرورة العمل تاعهم. هذه أولوية. اقتراحات أخرى بتقليص من الوزن البيروقراطية على السير في يعني بناء مشروع ما أو إنجاز مشروع ما بسرعة. الرقمنة، تكلمنا بوضع الرقمنة ك يعني مسألة محورية. الاقتصاد في أزمة، الاقتصاد موش في يعني مرحلة نوعا ما اللي نتكلموا على تطوير أو ازدهار. اليوم النهوض نوعا ما ننتظروا أنه هذا الخروج من الحجر الصحي بعد أولا كل توصيات السلطات الصحية، يرجع إن شاء الله بالرجوع نوعا ما تدريجيا إلى عمل عادي أو سيرورة عادية للاقتصاد. فيه طرق أخرى للتمويل، التمويل الإسلامي مثلا كان طلب فعلي، عندك أغلبية أو أكثر من يعني 50% أو أكثر من المتعاملين الاقتصاديين عندهم عقيدة يطلبوا أنه يتعاملوا بالصيرفة الإسلامية. كيفاش نتكلموا احنا عن التصدير وحنا نشوفوا باللي ما عندناش بنوك جزائرية في أفريقيا يسمح لتقوية نسيج البنكي أو تعديد البنوك، على بنوك صغيرة متوسطة للشركات الناشئة، بنوك جهوية، بنوك تستثمر في ميدان مثلا العقار أو الفلاحة، وبنوك تمشي لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين للتصدير. مش من المعقول أنه اليوم نقدر نتكلم على بناء اقتصاد بدون نسيج أو شركات خاصة قوية ونزيهة. نمدوا رسالتين، رسالة أنه فيه يعني الأغلبية الساحقة المتعاملين الاقتصاديين يعني شرفاء يعملوا بطريقة شريفة نزيهة. اليوم الخاص راه متجند مرة أخرى لأخذ الرهانات المستقبلية ليكون حقيقة كمتعامل اقتصادي أولا وطني مواطن ومتعامل اقتصادي اللي حقيقة راح يشارك في بناء هذا النموذج الاقتصادي الجديد.